السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم أسئلتكم تهمني. هناك سؤال يقول: السلام عليكم، وفقك الله. الحمد لله، نحن نستفيد مما تقدمه. لي سؤال، يقال إن رش الملح في البيت ضار، فإذا نرش ماء مركب في البيت وفيه قليل ملح، فهل هذا يضر أم لا؟ أرجو الرد حتى لا تسبب لنا المشاكل في البيت، وفقك الله. بارك الله فيك. لا شيء يسبب المشاكل في البيت، ولكن سواء رشيت الملح أو غير الملح، لذلك عليك أن تركزي. دائما رشي في البيت الماء والمرقي، لا بأس أن تضعي فيه ملح أو شيئا من السدر أو شيئا من المسك الأسود في الماء، وترشي بيتكم لمدة 7 أيام، وتبخري بيتك لمدة 7 أيام، وتفعلين كذلك هذه النقطة التالية: ترشون كل اثنين وخميس وتبخرون كل اثنين وخميس. هذه أمور جيدة، ولكن عليك أن تعلمي أن كل هذه الأشياء جيدة في البيت، فهي تحصن البيت وتطرد الشياطين التي تسبب لكم المشاكل، ويبقى فيها المسلمون فقط، فإنهم لا يتأذون من هذه الأشياء. لذلك ركزي على أمر ما، وهو بارك الله فيك بإذن الله تبارك وتعالى، قد يكون معكم في البيت ناس ممسوسين، وإذا فعلتم هذه الأشياء الناس الممسوسين تكون فيهم شياطين، قد لا يجتهدون مثل ما تجتهدون أنت أو أنت، قد لا يجتهدون ويقرؤون ما تقرؤون من القرآن، وقد يتقوى المس الشيطان على هؤلاء الناس الذين معكم في البيت، وقد لما ترشون البيت يطول هذا الشيطان الذي في فلان أو في فلانة، يمنعونكم من لماذا ترشون غير ذلك، أو يسبب لكم الشياطين التي تسكن في داخل أجسادهم مشاكل. لذلك عليكم أن ترشوا، ولو وقعت المشاكل فهذا يدل على أن هناك شياطين في الناس الذين يسببون لكم المشاكل، أو أنك أنت قد يسبب لك الشياطين التي يسكن في جسدك مشاكل، ولكن لا يعني هذا أنك لا ترشين، لا بد أن ترشي، لأنهم قد يعطلون لكم حياتكم، قد يسببون لكم المشاكل إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء رقيتم أنفسكم أم لم ترقوهم، فالأفضل أن تعذبوهم بكلام الله، فالأفضل أن ترقوا أنفسكم بأنفسكم، فالأفضل أن تقرأوا سورة البقرة في اليوم في البيت يوميا، فالأفضل أن تقرأوا سورة البقرة في البيت يوميا، فالأفضل أن ترشوا البيت، فالأفضل أن تحفظوا سورة البقرة لتقرأوها في بيوتكم، فهي نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة. فكل صدر بإذن الله تكون فيه سورة البقرة يكون وبالا على الشياطين، ويكون نارا وجحيما وعذابا يسكنون فيه، فإنهم مهما طال الزمن، مهما سكنوا في هذا الجسد، فإنهم سيحترقون فيه وإلى الأبد. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.